إذا كنمشيو لهاد البلاصة هادي اللي هي ماركتينغ، كنكليكو على سيلز اند كوبون. هاد الصفحة هادي ديال سيلز اند كوبون، هاد الصفحة هادي بحال اللي قلتي البلاصة ديال لي اوفر، يعني انت كتقدم اوفر للكليان ديالك، يعني باش كتقدم لي احسن عرض باش انه غادي يشري. بحال مثلا شوفوا كدير هنايا نيو سبيسيال اوفر، كتكليك عليها. شوف مثلا نعطيكم انا غير هال تايم شحال كان شحال ديال لي اوفر، يعني كنت كن يعني كل اوفر شحال كنت كندخل فيه يعني ديال الفلوس. هال تايم لي زوفر شوف اوردر ويد اديز اكاونت، يعني لي زوردر اللي بعت بهاد باستعمال هاد الطريقه هادي هي 365 اوردر اللي بعت. بافيراج اوردر فاليو، يعني القيمه ديال كل تصميم كل يعني قميص بعته هي 28.65. التوتال كامل ديال الريفينيو ديال ديزاكاونت، غير ديال ديزاكاونت 11572، يعني 11500 دولار غير باستعمال هاد الطريقه هادي ديال هادي ديال ديزاكاونت ديسكاونتس. يعني مثلا هادو راه كامله كاينه بالنهار، كل نهار يعني شحال كندخل فيه في النهار، يعني هنشوف النهار يعني كل هذا النهار 64 دولار، 64 22 42 21، او واحد القديم نقول لكم راه هادو راه غير 17 ساعه 16 ساعه 18 ساعه. اذا هادو راه كنت كنبدلهم كنبدل 4 5 المرات في النهار، يعني هادو ملي كتشوفوا اداي، يعني راه هادي ديال الداي، وهادو ما تبقى راه ديال غير ديال السوايع. 169 دولار، 72، 126، 155، 306. هذا من يلا كنت بديت في الاول 107، 30، 25، 85، 139. الارقام كامله ديك كان يعني كان يعني في النهار اقل كاع من النهار. 331 دولار، 298 في 15 ساعه، 318 في 21 ساعه، يعني هاي 545 في النهار، يعني 549 في النهار، 549 في النهار، 463 في 17 ساعة، 74 دولار غير في 4 السوايع، في الدخلات هاذي، 294 في النهار، أوكي، 254، يعني هادو كامل أرقام كندخلهم في النهار، يعني التوتال كامل 11572، يعني هاد الطريقة هادي أحسن طريقة باش أنك كتبيع يعني دغيا. ولكن احسن حاجه هي يكون الكونت عندك قديم باش الكليان كيزعمو كيشري دغيا، فهمتي؟ ما كترضاش باش كيشري، كتكليكي يعني على نيو سبيسيال اوفر، كتكليكي عاد على هادي ران سيل، كتجي هنا ديسكاونت. هنا فين كاين القالب، يعني فين كاين يعني كما كنقولوا حنا فين كاين الوصفه السحريه هنا، يعني هنا كتكون عندها علاقه بالثمن انت شحال درتي في الاول. بحال دابا حنا مثلا في الاول شحال درنا الثمن باش غادي نبيعو، درنا مثلا 29.97، ياك 29.97 غادي نقصو منها، حنا نديرو مثلا غادي نقصو منها 35، نديرو حنا 30%، اوكي نحسبوها دابا شحال كتعطينا، 29.97 ناقص 30% كتساوي 20.97، اوكي 20.97، غتزيد عليها الثمن ديال الشيبي اللي هو 3 دولار، مثلا غادي هو 3 دولار في الاول، شحال التوتال؟ التوتال هو 3.97، قول 24 دولار، 24 دولار بالنسبة لك انت يلاه بادي انت كتبيع. بحال دابا انت يلاه حليتي مثلا المتجر ديالك في الاول، يعني هاد الثمن هذا راه كافي باش انك تبيع في الاول، وغادي تربح الثمن اللي غادي تربح هو البروفيت اللي غادي تربح هو ما بين 5 دولار حتى ل 90. الا كنتي انت يعني قانع انك تربح غير مثلا 3 دولار 2 دولار بحال هكا، غير بما يعني طلعتي سطو ديالك واحد شويه النيفو ديالو، بعتيه على الاقل غير 100 ولا 60 بما طلع لك سطو ديالك، يمكن انك دير هنايا 35 ولا 40 دير هنايا. اما الا كان سطو ديالك قديم ديجا قديم وبيع فيه يعني دازو فيه لي اوردر بزاف يعني وعندك لي ريفيو، غير ممكن دير غير 15%، فهمتوا؟ وديك الساعه غادي دير الثمن اللي بغيتي، مثلا قبل دير 29.97 غدير غير مثلا غير 25.99، ياك غدير مثلا غير 15% ولا 10% وغادي تبيع. هنا كتختار يعني النهار اللي بغيتي، بحال دابا مثلا الا كان اليوم 15 سبتمبر غدير 15، وهنا غدير مثلا 15،
يعني 24 ساعة، وهنا كتكتب السمية ديال يعني اي سمية كيما كانت غير باش يدوز يعني هاد الاوفر صافي. وديك الساعة كدير كونتيني صافي، كيولي سميتو كيولي الاوفر ولا عندك في السطور. ناخذ واحد المثال، ندخلو هنا ايتسي دوت كوم، نقول لهنا هذا مثلا شوف الاوفر هذا اللي يدير، هذا الاوفر ديال 10% اوف، هذا دير غير 10% كان كيبيع ب 8 دولار ولا كيبيع ب 7.20. عاد الاوفر ديال الفري شيبين، يعني دير الفري شيبين عاد دير 10% اوف، غير عاد دير سميتو يقول الثمن ولا 7.20 وفري شيبين. يعني هذا الاوفر هذا مزيان لاي كليان مزيان ليه، يعني كنشوف بلي فري شيبين يعني ما يخلص والو في الفري شيبين، عاد يعني ما غادي الثمن ناقص 10%. يعني هاد لي اوفر هادو راه كيكونوا يعني مناسبين بزاف للكليان ومناسبين لكم حتى نتوما يعني كبائعين في ايتسي. شوف هذا شحال باع، يعني 736 في 2018، و حتى لي ريفيو عندو كيبانو مزيانين، يعني 4.5. يعني غنا نكتبو مثلا هنا غوتشي شورت، غيطلعو لنا بزاف ديال الناس دايرين لي اوفر. ها هو هذا ديال اوفر 30%، هذا الاولاني 30% اوف، كان كيبيع ب 49، كان كيبيع ب 49 ولا كيبيع ب 34. شوفوا على ثاني، هذا ما دير حتى شي اوفر، ولكن شوف شحال كيبيع ب 13.99. يعني هذا 100% غتكون عنده مطبعه في الدار ديالو، يعني كتكون شركه كبيره. شوفوا مثلا هذا القسطور ديالو كبير، اوكي هذا من 2017 هو كيبيع، عنده 33000 سيلز، 33883 من 2017 هو كيبيع. وكيبيع شوف ديزني جروب شيرت، هذا كيبيع اصلا ديزني راه شركه كوبي رايتد، يعني راه اصلا محميه بحقوق الملكيه، دونك هذا كيبيع حوايج ديال الحقوق الملكيه. هذا كيبيع غوتشي، غوتشي يعني هو كيبيع هاي لوي فويتون، الشركه ديال لوي فويتون، ديزني. شوفوا عاوتاني شي براند اخرى تكون معروفه هنايا، عنده 4 صفاحب. يعني هذا كيبيع يعني كيبيع بثمن قليل وكيبيع بزاف، علاش؟ حيت هو اصلا الثمن مقلل بزاف، و يعني هذا غالبا عنده مطبعه في الدار، يعني الاغلبيه ديال الناس اللي كتكون عندهم ديجا هما يعني برانتين في الدار، يعني كيتقام عليهم داك الشيء رخيص بزاف، يعني كيجيبوا لي تي شورت رخاص والمطبعه هو اللي كيطبع على راسه. بالنسبة لنا حنا يعني اللي كنشريو راه ميمكنش انك تشري بشي ثمن قليل بزاف، حيت اصلا يعني ما عندنا حنا مطبعة على والو، ولكن الناس هادو اللي غادي تتعامل معاهم في الطبيعة، يعني غنعطيكم ناس يعني بروفيسيونيل، والثمن ارخص ثمن كاين في السوق، ارخص ثمن كاين في السوق واحسن كاليتي. نكملو سميتو، يعني الموضوع ديالنا كما قلنا هو كيفاش يعني كدير ديسكاونت للكليان ديالك، واحسن يعني وقيته دير فيها ديسكاونت للكليان هي السبت لحد الويكاند. هاد الويكاند كيكونوا يعني الناس يعني ما خدامين ما والو، كتكون عندهم رغبه في التسوق، كيمشيو كيبقاو يتسوقوا، كيدخلوا مواقع ايتسي امازون، كيدخلوا كيشرو يعني الحوايج اللي بغاو، خصوصا ان الكور بصفه عامه يعني الناس كيعيشوا اللحظه وكيعيشوا الحياه، اذا هو كيحتفل غير بالسبت، السبت كيحتفل به، خاصو يشري تي شورت ديال نهار السبت، وكذلك كيشري تي شورت ديال نهار الاحد فرايداي، عاوتاني يعني كتلقى عنده كل حوايج مختصين بنهار ومناسبات واعياد، ماشي بحالنا حنا العرب يعني بصفه عامه راه غير مشاكلنا اكثر من الافراح ديالنا حنا، داكشي علاش ما كنشريو حوايج غير من العيد العيد. المهم هذه جيفانشي ديال الاوفر اللي دار، هذا هو الفري شيبين، هذا يعني هذا ديال الفري شيبين حتى هو هذا ديال 15% اوف، يعني قد ما يعني درتي شي عرض اللي هو كيكون مغري بين قوسين للكليان قد ما كتبيع دغيا. بالنسبه لو بغيتي دير فري شيبين في هذه الحاله هذه، غادي دير جو باك هنايا، غدير هنا ران انسيل، غتجي لهنا غدير فري ستوندار شيبين، هنا غدير تشيك على هاد دوميستيك اونلي يعني منزلي، هاد التشيك هذه يعني كدير فري شيبين غير للناس اللي ساكن في يونايتد ستيتس يعني في امريكا، بالنسبه للناس اللي ساكن في كندا وساكن في يعني في بلايص اخرين يعني خاصهم يخلصوا ضروري سميتو الثمن ديال الشحن. هنا كذلك كتشوف النهار،
وهنا كتشوف النهار عاوتاني، ان احسن حاجه دير هو نفس النهار، علاش؟ حيت كتكون 24 ساعه بالضبط، وهنا كدير عاوتاني السميه كتكليكي على كونتيني. كاين واحد الاوفر اخر الا كنت بغيتي دير مثلا على الكونتيتي، دير مثلا الكونتيتي يعني غدير فري شيبين، ولكن فري شيبين في حاله الا شريتي عندي فوق 35 دولار ديال السلعه، 35 دولار ديك الساعه غادي نعطيك الفري شيبين. صافي كدير ريفيو اند كونتيني، وعاد كتمشي كتختار يعني لي ديزاين اللي بغيتي انت ديرهم، اللي بغيتي يعني يكون عليهم يعني ديسكاونت. ولا كدير واحد القضيه اخرى عاوتاني، كتحيد هذه واش بغيتي دير زعما لي اوردر يعني الفري شيبين غير من جوج اوردر للفوق، يعني التوتال اوردر هو جوج اوردر. وبغيتي دير عاوتاني حتى القضيه ديال البرسونتاج اوف، وتختار انت يعني في البلاد فين بغيتي يعني اللي يكون عند اللي عندهم ديسكاونت. المهم هنا في هذه الحاله ديالنا حنا غنكملوا، غدير مثلا انا غدير غير 10%، انا غدير نو يعني الثمن اللي كاين، يعني اي واحد شرى عندك كما كان بقى يشرى غير واحد عنده ناقص 15% اوف. كدير كونتيني، ملي كدير كونتيني كيخرجوا لك هاد الصفحه هذه اللي كيكونوا فيها لي ديزاين ديالك انت، يعني انا انكلو تد ليستي، يعني حتى انا ما عندي حتى شي ديزاين، ديجا عندي كونت تد لي هنايا، دونك كنختاروا لي ديزاين اللي كاينين هنايا. بحال دابا مثلا نكتبوا هنا غوتشي، نشوفوا هنا ديزاين ديال غوتشي اللي كاينين هنا عندي. كتبقى تختار انت هي لي ديزاين اللي بغيتي دير عليهم ديسكاونت، اللي بغيتي دير عليهم هاد التخفيض هذا، كنبقى نختار الديزاين اللي بغيت، مثلا هذا. اوكي، ملي كتختار الديزاين اللي بغيتي كاملين ديك الساعه كدير ريفيو اند كونفيرم، كدير كونفيرم اند كريات ديسكاونت. هنا في هذه المرحله دابا هذه ملي كتكليكي هنايا صافي كيتكري لك يور سيل از ناو ليف، يعني راه هاي ساكسس، يعني صافي راه تم بنجاح. في المرحله هذه صافي يعني كتسالي الاوفر ديالك، وكيكون يعني يعني العرض قدام الكليان. اي كليان كيدخل السطور ديالك اون فوا كيشوف ميكاب زوين، يعني ميكاب كيبان شويه مودرن، زيد على الديزاين كيكون شويه لي ديزاين اللي كيكونوا شويه يعني نادرين، يعني قلال اللي يديرهم، يعني بحال هادو اللي غادي نعطيكم حنا كاملين قلال اللي يديرهم، زيد عليه عاوتاني تيكونوا يعني الثمن رخيص. صافي الكليان كيشري بعينيه مغمضين كما تنقولوا، ما تيبقاش كاع يدير. اوكي، هنا في بحال مثلا غنشوف هنا لي غوتشي ديزاين، هنا غنشوفوا لي ديزاين اللي كاينين، كيف كيبانوا لك ديزاينات قلال، يعني ما كاينش شي حاجه اللي بروفيسيونال في لي ديزاين هنا. ديك الشيء علاش انا كنت كنبيع بزاف، حيت لي ديزاين اللي كانوا عندي انا نقدر نقول لك ما كيدوروش في السوق كاع، ما كاينينش قلال. يعني واحد كان تكلم معايا كان قال لي واش تبيع ليا يعني لي ديزاين ديالك، قلت له ودي ما نقدرش نبيعهم لك، بحال نقدر نبيعهم لي انا مثلا بحتى ب 50 دولار للديزاين، ولكن راه هو يقدر يدخل فيهم فلوس ثانيه ويعاود عاوتاني يبيعهم، وانا ما غاديش نستافد يطيح عليا السوق. هاد لي ديزاين هذا عندي بجوج ديال الالوان، كاين في الصفر وكاين في الخضر، الخضر ما عند حتى شي واحد كاع بتاتا، وهادو كاملين غادي نحط لكم الرابط ديال لي ديزاين كاملين في الديسكريبسيون مع الكود. هما لي ديزاين كاملين، اسمح لي واحد الدقيقة نشارجهم كاملين. يعني هادو هما لي ديزاين اللي غادي نحط لكم يعني الرابط ديالهم ديال تيليشارجمون، بحال مثلا ديال غوتشي، هذا هو اللي كنت قلت لكم عليه قبيله، واللي هذا يعني كاين الكل اللي يديرو في الصفر، ولكن في الخضر نقدر نقول قليل بزاف كاع، يعني حيت صعيب باش يعني باش تجيب بحال ديك ديزاين اوريجين. عرفتش انا كيفاش هاد مراشا تقيل شوية البيسي. المهم كاين هادو ديال غوتشي شانيل، كاين شانيل في هاد الجولد، كاين هذا في الكحل، كاين هذا غوتشي، وهذا خاصو يتمسح حيت كاين غادي تمسح هذا حيت كاين خو هنايا، كاين خو سوبريم جليتر هو هذا في الصفر، هذا غوتشي اللي كنا خدمنا عليه قبيله. سوبريم في البينك هذا عاد هذا تا هو نفس
نفس الديكور، غير هذا يعني كاين واحد الخلفية في البينك، وهذا لا، هذا جليتر، يعني الجليتر ما عرفت كيفاش نقولو بالعربية، الجليتر بحال البريو واقيلا. ويعني هذا كيكون سامبل تحته لون عادي، وهذا كيكون جليتر، هذا خاصو يتمسح. اوكي، هذا غنخلي لكم ماشي مشكل، اللي بغيتي انت تصايب شي ديزاين ديالك راسك، بحال دابا مثلا تمسح هذا، مثلا بغيتي تصايب شي ديزاين راسك، لكن انا كتصايبو بحال دابا انا صايبت واحد الديزاين، هذا الويف ويتون، يعني كتلقاو بزاف ديال لي ديزاين. هذا الديزاين اللي صايبت انا هذا، وكان كيتباع عليا بزاف، يعني هذا انا اللي صايبته. يمكن انا كتصايب اي ديزاين كيما كان، اللي كفيت تكون فيه العلامه ديال غوتشي راه غادي يتباع لك مزيان. هذا غوتشي، غوتشي في الجولد، غوتشي هذا كيتباع بزاف كاع، كيت هذا كيتباع بزاف. هذا التصميم هذا بالذات خاصكم تشدوا هذا التصميم هذا، وياك نوريكم يعني بلاتي، حيت اصلا هذا من الفورما ديالو، ماشي فورما، ماشي بي اي، ماشي 4500، العكس نديرو هنايا. اوكي، قادوا بعدا باش ملي نحط لكم الرابط ديالو ملقى حتى شي مشكل ديالو في القضيه ديال التحميل. نديرو لهنايا اوبن ديسكتوب، يعني شوفوا شو يعني الحجم ديالو ماشي مناسب بالطباعه، داكشي علاش غادي نقادو. اي ديزا لقيتو شويه ما جاكمش مناسب، شنو كديروا؟ كتجيو للفايل، كديروا النيو، اوكي، كتجي لهنا هاد البلاصه هادي اللي فيها ديفولت فوتوشوب سايز، كتكليكي عليها هنا وكتكليكي على ويب، كتجي لهنا كتكتب 4500، وكتجي لهنا لتحت كتكتب 5400، هنا كتكتب 300 ديال الريزوليسيون. ديما هنا 4500 وهنا 5400، والريزوليسيون تكون 300 ضروري ضروري في هادو، خصوصا في يعني في المجال ديال البرات اوف دومون، يعني في لي ديزاين والكلوزين بصفه عامه، ضروري ما تكون هاد يعني هاد السايز هذا في الصوره. هنا كتختار اللون اللي بغيتي، بغيتي باك جراوند كولور، يمكن انك دير باك جراوند كولور، اوكي، هنا غتبدل الكولور دير اللون اللي بغيتي، ولا دير وايت. انا في هذه الحاله ديال غنختار غير وايت، هذا هو الصفحه المزيان. هنا غادي تجي غنقصو منها واحد شوي، 5400 دير 5200، صافي، غنهزو من هنا ونحطو هنايا. اوكي، دابا في هذه الحاله هذه الديزاين عاد مقاد، وديما الديزاين يكون الفوق، يعني ملي كديرو الفوق كيكون قريب للصدر، كون فوق صافي بحال الحاله هذه مزيان. هنا كدير تشيك على هذه، كتحيد هذه العين باش كتولي الصفحه خلفيه كامله شفافه، ديك الساعه باش كيكون الديزاين سامبل ومزيان. صافي، هنا دير سيف از ديسكتوب كما تعلمنا قبيله، هنا غتكليكو على بي اي جي، هنا غتدير غوتشي لوغو مثلا، سيف. اوكي، هنا دابا هاد غوتشي لوغو هذا غنديرو لك، نديرو هنايا في يس في غوتشي ديزاين، نحطو لكم هنا باش يبقى. اوكي، هنا هو، يعني هذاك هو اللي تخدمو عليه، هذا هو اللي مزيان، هذا غادي نمسحو. كاين حتى واحد اخر عاوتاني فيه نفس المشكل، مبقيتش عاقل فين كاين نفس المشكل كيوقع فيه، هو هذا، هذا حتى هو جا الوسط، جا الوسط، يعني غادي حتى هو نفس العملية، نجول لهنا حتى هو نفس العملية، اوبن ديسكتوب. حتى هاد المشكل هادي يقدر شي واحد يعاني منو في المسألة ديال الطبيعة، متبغيش تقبل يقبل منه، يعني المطبعة تقبل منه هذا، اش غنديرو بحال هكا، غادي غنطلعو هذا بحال هكا، طلع في جهة الصدر، صافي، دابا هذا مزيان، كحل واحد شوية هنايا، صافي،
ندير فايل سيف از بي ان جي. انا غندير كوتشي حتى اللوندو 10 صافي. يعني من بعد ما سالينا دابا هادو هما لي ديزاين اللي غادي نعطيكم يعني في الكورس. غديرو لهم سيف غتقومو بالتحميل ديالهم كاملين كي نحطو هذا هنا. هذا هو الديزاين اللي غتخدمو عليه. غنمسحو دابا لاخر نمسحو هنا غيتمسح. بالنسبه لواحد الديزاين انا غنوريهم لكم ما عرفوش يعني لقيتهم في يعني في الجزء الاول من الكورس ولا لا. هذا لي ديزاين ديال دونا هذا الاولاني وكاين هذا الثاني. هذا يعني هادو راه ماشي كوبي رايتد يعني هادو عادي يمكن انك تطبعهم غير في براند فول ماشي مشكل. هادو يمكن انكم ديرهم ما تخافوا من حتى شي حاجه يعني هادو عادي سامبل. كاين حتى واحد اخر الثالث ممكن تعقل فين كاين. المهم هادشي اللي كاين هنا. عاد ندوزو هنا للويف فيتون جليتر. هنا كاين الويف ديال الويف فيتون ولكن غير ديال الجليتر. فيو هادو كام يعني جليتر. هنا كاين جليتر في الويف لويس جليتر بلو لويس جليتر جولد لويس جليتر بينك لويس جليتر ريد. يعني هادو كاين حتى الاخر ديال شانيل حتى هما نفس قضية عندهم لارج ايكو. كاين تما نفس كاين البلو كاين الجليتر جولد كاين بينك كاين البلو هذا مدوبل كاين الريد تقريبا هذا اوكي. المهم هادو هما لي ديزاين كامل غادي نعطيو لكم يعني بلا ما تحتاج انك تعاود. هادو ديال ديزني غوتشي ديزني دي غوتشي هذا غوتشي ديزني. هادو هما كاد لي ديزاين هادو راه كافيين. ولا بغيتو تزيدو نتوما شي حاجه اخرى يمكن انكم تزيدو بزاف ديال الشركات بحال مثلا فيزاتشي بحال بزاف ديال الشركات. انا راه عندي تقريبا هنا شي واحد اخر غنحط لكم الرابط ديالهم. كاين تقريبا عند كاين هنا كاين براندز يس كاين بزاف ديال الشركات. هذه فيرزاتشي الشركه ديال فيرزاتشي حتى هي راه ممكن انكم حتى هي راه براند كبيره ومطلوبه في السوق. يمكن انكم تشدوا هذا الديزاين هذا حتى هو ديروه في اي ميك اب بغيتو تحطوه حتى هو في اتسي تباع وتبدلوا ليه الكولور ديالو الا بغيتو تبدلوا ليه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش على الفوتوشوب ضروره ما خاص يكون شويه الفوتوشوب عندهم. هذه ديال بالونسياغا باري يعني براندات اللي معروفين. تادو غنحط لكم يعني لينكات ديالهم كاملين. كالفين كلين برادا فيكتوريا سيكريت بيير كاردان ديزني فورميلا 1 جون دير اندريو مور. يعني هادو كاملين شركات معروفه حتى هي وتقدروا تبيعوا فيها بزاف كاع وحسن يعني من شحال من حاجه. بالنسبه لهاد لي ديزاين هادو كاملين غادي من غادي الا كنتو غادي تشارجوهم غادي تشارجوهم غادي تحطوهم في فوتوشوب وتقدمهم على الصيغه ديال 4500 كما تعلمنا 5400 و 300 في الريزوليسيون اوكي. بحال دابا مثلا هذا ناخذ نديرو غير شي واحد بحال دابا مثلا فيرزاتشي ناخذو عليه مثال باش نوريكم كيفاش ديروا ليهم. نحطو مثلا هذا هنا يعني راه انا هادشي كامل راه فيه اللي ما نشرحوش كاع ولكن كاينين دراري اللي صراحه مساكن ما عارفينش فوتوشوب وشحال من حاجه. هادشي كامل كنا وقعنا فيه وغادي يقول لك يعني يكون غير شرح لينا هاد البارتي هذا. بالنسبه لواحد القضيه ان شاء الله ملي غادي نسالي الكورس راه يعني الكورس ما غاديش يسالي يعني حنا غنبقاو معكم حتى لا كان عندكم شي تساؤل من بعد ولا لو وقعتوا شي مشكل وقعتوا فيه كاملين راه يمكن انني ندير فيديو عاوتاني عليه ونلقاو الحل ديال داك المشكل اللي وقعتوا فيه ونحلوه كامل ان شاء الله. يعني ملي غنسالي الكورس كامل غادي تبداو في الخدمه ان شاء الله نتومايا وديك الساعه الا وقع لكم شي مشكل يكفي انكم تكلموا مع ياسين وديك الساعه ان شاء الله الحل غادي نلقاو ونديروا فيديو عليه ما كاين حتى شي مشكل. المهم هنا كنجيو كنكليكيو يعني على يعني لي ديزاين اللي بغينا بحال دابا ديال فيرزاتشي. هاد لي ديزاينات هادو اللي حاطين هاد الكوتشي هنايا
هادو ديال جوتشي هادو كاملين مقادين، يعني ما عندكم كيفاش تزيدوا ولا تنقصوا فيهم، هادو كاملين مقادين وكلين وكلير يعني مزيان، هادو كاملين مقادين. وي فيوتون هذا في الابيض هذا في الكحل، يعني اي حاجه لقيتوها بيضه هنا، اي صفحه بيضه عرفوا بلي راه ديزاين في الابيض، هذا ديزاين في الابيض كيما كيكون بيض ما تيبانش. عاوتاني فين هذا تاع ديزاين، هذا ديال جوتشي، جوتشي سيتي في الابيض، يعني كاع لي ديزاين كيكونوا بيضين كاملين هذا جوتشي في الابيض، هذا في الكحل. يعني اي هذا ديزاين هذا خطير بزاف كاع، هذا خطير حيت فيه جوج ديال الجوي، هذا كيجي في اللور ديال التيشيرت وهذا كيجي في القدام ديالو، يعني هذا كان كيتباع ليا بزاف وكنت كنغلي فيه الثمن، نغلي فيه الثمن حيت كيتطبع من جوج ديال الجوي، واصلا حيت غالي بزاف في الاصل ديالو، في الاوريجين تقريبا الثمن ديالو شي 600 دولار مع 700 دولار في الثمن ديالو، انت كتبيعو مثلا ب 40 دولار، 40 دولار رخيصه بالنسبه لواحد بغى يشري يعني تيشورت ديال براند كبيره بحال جوتشي. اما بالنسبه لهاد البراندات هادو اللي هنايا هادو كاملين مازال ما مقادينش في الفوتوشوب، ولكن الطريقه باش تقادوهم غنورا لكم دابا. يعني كتجي كما قلنا كنديرو تحميل ديال شي واحد بحال هذا ياك، كنجيو هنايا كنديرو نيو كما تعلمنا في الاول، كنجيو هنا كنديرو ويب، كنجيو لهنا كنديرو 4500 فهنا في الوايت، هنا في الويث، هنا في الهاي كنديرو 5400، هنا في الريزوليسيون كنديرو 300 اوكي، انا الوايت كنديرو نخلوه الصفحه بيضاء كنديرو اوكي. يعني هذه هي الصفحه اللي بغيت، عاد غنجيو لهنايا ونشوفوا شحال اصلا فيها في السايز ديالها. شوف السايز يلاه فيها 600 وهنا 300، انا غنحيدو الريزوليسيون كنديرو هنا 300 هي الاولى، وشوف شحال دابا غادي تعطينا 2500، انا غنديرو 4000 ونشوفو كيفاش غادي يخرج الديزاين. صافي انا غادي نهزو من هنا نحطو هنا، دابا كيفاش جا بغيتي تكبر، تقدر تكبر تزيد مثلا حنا درنا 4000 تقدر ديرو هنايا غير مثلا 4200، قد ما كان كبير قد ما كان مزيان، غير تحاول ما تخرجوش على يعني على الصفحه. صافي هنا بحال هكا مزيان، نفس العمليه غادي تكرروها مع كاع لي ديزاين اللي كاينين اللي كاين يعني حاطينهم في هاد البلاصه هادي، هاد البراند لي ديزاين كامل تقدر تقدوهم في هنا في فوتوشوب. وواحد القضية خاصكم تفكروا هي ملي تقدو ديزاين ديالكم ديرو تشيك على هاد البلاصة هادي باش تولي الصفحة هنا خاوية لتحت باش يمكن أنكم تطبعوها. صافي كدير سيف، أنا سيف ديسكتوب، هنا كتختار بي إن جي وكتكتب شي كتابة هنا باش كتبقى عاقل على الديزاين ديالك فين كاين. أوكي المهم في هاد الجزء هدا كنا يعني تعلمنا يعني كيفاش ناخذوا لي ميك اب من الشركات بحال مثلا علي اكسبريس، علي بابا، يعني بزاف ديال الشركات يمكن انك تاخذ، راه كاينين بزاف ديال لي ميك اب ما لا يعد ولا يحصى ديال لي ميك اب، وما فيهم لا حقوق ملكيه لا والو، يعني راه يمكن انكم يعني انشوف هاد ميك اب هذا زوين هذا، لا ديما خذ شي حاجه اللي كتكون سامبل، هذا مزيان هذا مزيان هذا واعر، هذا لا يعني خذو ديك اللي يكون سامبل، يعني كاين بزاف ديال لي ميك اب تشدهم وتديهم للفوتوشوب تحيدو لهم الديزاين اللي كيكون على الوسط وتحطو الديزاين ديالكم نتوما كيما بغيتو. و يعني شفنا اليوم يعني كيفاش دير كوبون دي، كيفاش تليستي على كيفاش تليستي يعني ديزاين سامبل ديال جوتشي مثلا، مازال غنشوفو في مرحلة اخرى كيفاش تقاد دير مثلا سبعه ديال لي ديزاين مختلفين في نفس الليستين وحده، يعني غنتعلموا هاد القضيه هادي نوريها لكم حتى هي في الجزء الثالث ان شاء الله. وتعلمنا زعما كيفاش يعني كدير يعني اوفر، كيفاش دير اوفر يعني للكليان، وديك تحاول تقنع بواحد الاسلوب اخر من الاغراء اللي كتسمى كتقدم لي يعني واحد العرض يعني باش يشري عندك بسرعه كبيره. المهم كنتمنى منكم كامل يعني يكون عجبكم يعني الجزء هذا ان شاء الله، ويعني نمشي معكم مرحله بمرحله حتى لاخر مرحله، ومنين غنصلوا لاخر مرحله ديك الساعه غنرجعوا لاول مرحله اللي كان باش نقادو فيها يعني الشوب ديالنا مزيان، يعني بين قوسين نزوقوه، وديك الساعه انا مستعد نجاوب على كاع التساؤلات ديالكم ان شاء الله.